التبريد كلكم تعرفون ان الهواء اللي بين التنفسه هو مو مجرد فقط بيوكسجين وثاني اكسيد الكربون، عباره عن خليط من الغازات. هذه الغازات تشمل عندنا غاز النيتروجين والاكسجين وثاني اكسيد الكربون وبخار الماء. اكثر غاز most abundant gas in the air is nitrogen، يقدر بنسبه 78.6%. يجي من بعد غاز الاكسجين 20.9، يجي من بعد غاز الثاني اللي CO H2O اللي هو يقدر ب H2O يقدر ب 5%، وعندنا CO2 هو 5 بالـ10%، وال CO2 اللي هو 4%. واضح؟ هسه راح ناخذ الاتموسفيريك بريشر، ذكرنا انه هو شقد تعرفون 760 ملم زئبق. واضح؟ هذا ال 760 ملم زئبق هي عباره هذا الضغط الجزيئي للهواء. هسه عندنا كل غاز احنا قلنا اكو الى نسبه معينه من مجموع الغازات بالهواء اللي هي الارقام اللي ذكرت لكم اياها. ال 760 ملم زئبق طلاب هي عباره عن partial pressure of oxygen plus partial pressure of nitrogen plus partial pressure of H2O and partial pressure of CO2 تساوي شقد 760 ملم زئبق. اعتمادا على النسب المئويه لكل غاز من مجموع هاي الغازات والضغط الجزيئي الكلي للهواء اقدر اطلع partial pressure for each gas. واضح؟ فحسبوا partial pressure for oxygen هو 159 ملم زئبق. وين؟ هذا بالهواء، لكن باللنج يختلف شويه. واضح؟ باللنج هو عادة يقاس البارشال بريشر للأكسجين ب 100. بالضغط الجوي البارشال بريشر فور أكسجين از 159. هسه راح ناخذ الديفيوجن بتوين ليكويدز اند غازز اند هنريز لو، قانون آخر اللي هو قانون هنري اللي يربط علاقة الغازات بالسوائل. ليش غازات بالسوائل؟ عافية بالضبط، لأن احنا عندنا شنو عندنا؟ علاقتنا احنا من دل نتنفس، لأن نتنفس أكسجين. هذا الأكسجين وين ده يدخل؟ من الهواء لمن إلى الدم. فلازم أعرف أنا شنو علاقة هذا الغاز وعلاقته ويانا ويا السوائل. Differences in pressure move gas molecule from one place to another. احنا نعرف الاختلاف بالضغوط عادة هو يحرك الهواء أو الغاز من المنطقة اللي يكون بها ضغط أعلى إلى المنطقة اللي راح يكون بها الضغط ذلك الغاز أقل. Pressure differences also affect the movement of gas molecule into and out of solution. يعني هذه الضغوط والاختلافات بها أيضا راح تدفع حركة الغاز من المكان هو موجود به إلى سوائل إذا كان بتماس مع سوائل. The amount of a particular gas in solution is directly proportional to the partial pressure of that gas. This is known as Henry's law. When a gas under pressure, لما يكون عندي غاز مسلط عليه ضغط وهذا الغاز كان بتماس مع سائل contacts a liquid, the pressure tends to force gas molecule into solution. يجيبكم من عندي غاز وهذا الغاز مسلط عليه ضغط والغاز بتماس مع سائل، هذا الضغط ايش حيسوي؟ حيدفع جزيئات الغاز لانه تندمج مع السائل اللي كان بتماس وياه. تماما نفس الحاله تصير عندنا احنا شنو في جسم الانسان. If partial pressure goes up more gas molecule will go into solution، لما انا ازيد الضغط المسلط على هذا الغاز اللي بتماس مع سائل معظم جزيئات الغاز راح شنو تنتشر داخل السائل. بينما من اقلل هذا الضغط ايش راح يصير بجزيئات الغاز؟ راح تتحرر من السائل اللي موجوده به. وابسط مثال عليه عندكم علبه البيبسي. علبه البيبسي بها CO2، CO2 مسلط عليه ضغط ومنتشر، CO2 وين؟ بجزيئات السائل اللي موجوده اللي هو البيبسي. من احرر العلبه افتح المفتاح قللت الضغط المسلط على الغاز اللي موجود داخل السائل، فايش صار؟ بالغاز كليته شنو هو؟ اتحرر. واضح؟ تماما عندنا احنا هنا ده يصير ما بين البلاد كابيلاريز والغاز اللي موجوده بها وما بين الاولكيولات. ديفيوجن ادر ريسبيرتوري ممبرين، عندنا الانتشار عبر الاغشيه التنفسيه يتم بكفاءه عاليه. واي شنو الاسباب اللي تجعل الانتشار يتم بكفاءه عاليه؟ احد الاسباب الاختلاف في الضغوط الجزيئيه اللي هي تجعل الغاز ينتقل من المنطقة اللي يكون بها ضغط الغاز أعلى إلى المنطقة اللي يكون بها ضغط الغاز أقل. عندنا المسافة اللي يخترقها الغازات
كل من ثاني اكسيد الكربون والاكسجين كلش قليله، وذكرت لكم اياها بالمحاضره السابقه، تتراوح ما بين 0.1 الى 1 مايكروليتر، واحيانا توصل الى شنو، توصل الى 0.5 مايكروميتر، فالمسافه كلش فيري ديليكيت. هذه تزيد من كفاءه وسرعه الانتشار بالغازات او التبادل الغازي. ايضا عندنا المساحه السطحيه لعمليه التبادل الغازي بداخل الاولفيولاي، لو افتحها راح تكون لي مساحه تقريبا قد هذه الغرفه اللي هي تقدر ب 140 متر مربع، وهذه تزيد من سرعه وكفاءه التبادل الغازي. ايضا عندنا كل من الاكسجين وثاني اكسيد الكربون غازات ذائبه بالدهون، فكل سهوله تذوب البلازما ممبرين للاولفيولار سيل وللاندوثيليال سيل، وبالتالي تكون عمليه الانتشار سريعه. اضافه الى ذلك عندنا يتم تعاون منسق ومرتب ومنظم ما بين السيركوليتوري سيستم وما بين عمليه التنفس اللي تحدث باللنج. واضح هاي الاسباب الخمسه اللي هي تجعل عمليه الديفيوجن more efficient and fast. اوكي هسه راح ناخذ البارشل بريشر ان ذا اولفيولار اير اند اولفيولار كابيلاريز. حكينا قبل شويه عن الضغوط الجزيئيه اللي موجوده بالمحيط وبالاتموسفيرك بريشر، هسه حناخذ البارشل بريشر وين؟ بالحويصل الهوائيه، وعندنا شنو ما بالبلد كابيلاريز اللي تحيط بالحويصلات الهوائيه. Blood arriving the pulmonary arteries has a lower PO2 and a higher PCO2 than alveolar air. لما أنا عندي يجي الدم محمل بثاني أكسيد الكربون، إجا من مختلف أنحاء الجسم ودخل إلى الهارت. الهارت راح يسوي الأول شيء عندنا البولموناري سيركوليشن، حيودي الدم عن طريق شنو؟ البولموناري أرتريز. وين حيروح؟ حيروح إلى اللنج. محمل بشنو؟ محمل بثاني اكسيد الكربون. واضح؟ ايش حيسوي هناك؟ حينطي السي او 2 وياخذ شنو؟ ياخذ الاكسجين. ياخذ الاكسجين ويرجع الى الهارت عن طريق شنو؟ البولموناري فينز. فالبولموناري فينز ايش بيها؟ بها الدم محمل بالاكسجين، عكس السيستميك سيركوليشن، صح لو لا اخذتوها بالكارديو سيستم. هسه راح نجي ناخذ حشرح لكم هذا الموضوع طلاب على هذا الفيجر. واضح هذا الفيجر طلاب تشوفوه انتم عيننا، انا هذا ترى كلش مهم طلاب فركزوا وياي اشرح لكم اياه. هسه احنا ذكرنا راح البلد المن الى الهارت عن طريق البولمونري ارتريز محمل بثاني اكسيد الكربون. ايش قد البارشل بريشر لثاني اكسيد الكربون هنا؟ 45. هذا وين؟ هذا في البولمونري ارتريز، لانه محمل بثاني اكسيد الكربون، فالبارشل بريشر اوف سي او 2 ايش قد؟ 45. بينما داخل الاوليفيولاي ايش قد؟ سي او 2 ايش قد هنا؟ يعني فيها الاكسجين اعلى الحويصل الهوائيه، صح لو لا؟ وياي لو لا؟ الحويصل الهوائيه فيها اكسجين اعلى، ايش قد قيمه الاكسجين؟ 100. بس الدم اللي اجاني محمل بثاني اكسيد الكربون البي او 2 ايش قد كان؟ 40. البي او 2 او 2 اكسجين، دا احكي هسه اكسجين هنا ايش قد؟ 40. داخل الحويصله الهوائيه ايش قد؟ 100. من وين ينتقل الاكسجين؟ من الاعلى الى الاقل. بارشال بريشر هنا ايش قد؟ 100. وهنا ايش قد؟ 40 بالنسبه للاكسجين، فحينتقل من الاعلى الى الاقل. زين عندي انا هذا الدم محمل بثاني اكسيد الكربون، ايش قد هنا البارشال بريشر مالته؟ 45. داخل الاوليفيولاي ايش قد؟ 40. ليش 40؟ لانه اصلا كنسبه السي او 2 هي اقل مقارنه للاكسجين. فهنا 45 وهنا 40، من حينتقل السي او 2؟ بارشل بريشر، ضغط جزيئي. هنا احكيت كبارشل بريشر كعمليه انتشار ضغوط جزيئيه، يعني ينتقل الاكسجين او السي او 2 من البارشل بريشر الاعلى الى البارشل بريشر الاقل. ما دا احكي كمية هسه اشرح. اوكي؟ هسه عندي هنا اخذ الدم ايش قد عندي انتقل؟ اجى عن طريق البولموناري فينز، ايش فيه؟ محمل بالاكسجين، نسبة البارشل بريشر للاكسجين ايش قد؟ 100، والبارشل بريشر للسي او 2 ايش قد؟ 40. حيروح يدخل الى الهارت، الهارت الدورة ايش حيسوي؟ عن طريق السيستم سيركوليشن حيوزع الاكسجين الى باقي اعضاء وأنسجة وخلايا الجسم المختلفة، صح لو لا؟ عندي عضلة القلب تحتاج أكسجين، عندي الأوعية الدموية تحتاج أكسجين، فراح تقل نسبة الـ PO2
بدل ما كان الضغط الجزيئي مالته 100 صار ايش قد؟ صار 95. قلل الضغط الجزيئي للاكسجين لان استهلك جزء من عنده لعضله القلب والاوعيه الدمويه فصارت عندنا ايش قد؟ 95. راح يروح عن طريق السيستمك سيركوليشن الى باقي اجزاء الجسم نسبه الضغط الجزيئي للاكسجين 95. وصل الى الخلايا، الخلايا شبيهه بالانترستيشيال، اكو عندي سي او 2، السي او 2 هنا اعلى من الدم اللي اجى محمل بالاكسجين. صح لو لا؟ فالسي او 2 هنا ايش قد؟ السي او 2 45. هنا سوري. هنا السي او 2 45، وين حينقل؟ حينقل الى هذا اللي هو هنا ايش قد؟ 40، والاكسجين اللي هو هنا 95 وهنا 40 حينقل منه الى هنا، وترجع الدوره من جد. دكتوره هنا نسب الاقل. رسم وشرح. كله موجود بس يعتمد عندك الضغط الجزيئي يفرق النقاط. هنا عندنا الضغط الجزيئي الاكسجين عالية، هنا الضغط الجزيئي الدم شنو السي او 2 واضح؟ دكتورة هو ليش ما يصير توازن؟ انه ما يصير توازن لانه عندك اصلا انت اختلاف بنسب، نسب الاكسجين، هو اصلا انت الهواء اللي تتنفسه هو اختلاف بالنسب ما بين الاكسجين وثاني الاكسجين. واضح؟ هسه طلاب نرجع نكمل. تشبع الهيموغلوبين، انا عندي جزيئة الهيموغلوبين مكونة من بروتين بيها أربعة وحدات من الحديد، كل جزيئة يعني كل وحدة من هاي الحديد ترتبط بجزيئة أكسجين، فمن تتشبع عندي جزيئات الهيموغلوبين الموجودة على الآر بي سي بي أكسجين كامل أعتبرها 100% نسبة التشبع مالتها، بينما إذا كانت عندي أكو خلل ببروتين الهيموغلوبين كلكم سامعين فوق الدم المنجلي كرية الدم الحمراء راح يكون شكلها غير طبيعي. فالهيموغلوبين اللي موجود بها ايضا هو غير طبيعي، يحتوي فقط على جزيئتين من الهيموغلوبين، فراح يربط فقط جزيئتين من الاكسجين، يعني كميه الاكسجين بالشخص اللي هو عنده فقر الدم المنجلي نسبه الاكسجين 50% مقارنه بالشخص الاعتيادي. واضح؟ لانه نصف العدد بالنسبه لجزيئات الهيموغلوبين راح يكون ابنورمال. فهذا اللي هو عمليه تشبع الهيموغلوبين ساتوريشن. ناخذ الهيموغلوبين ويا البي او 2، كل ما زاد الضغط الجزيئي بالاكسجين كل ما زاد ارتباطه ويا الهيموغلوبين، كل ما قل الضغط الجزيئي كل ما يتفكك الهيموغلوبين عن الاكسجين. ايضا عندنا علاقه الهيموغلوبين بالبي اتش، اكتف تيشو جنريت اسيدز ذات لوور بي اتش اوف ذا انترستيشيال فلويد، يعني تعرفون انه الخلايا تنتج ناتج الفضلات نتيجة الميتابوليزم مالتها اللي هو السي او 2، السي او 2 راح يتفاعل مع المي كمن حامض الكربونيك، وحامض الكربونيك حامض قلق سرعان ما يتفكك الى الى هيدروجين اند بيكربونات. When PCO2 increases there are action proceeds from left to right، لما يقل ال PCO2 راح يكون التفاعل عندنا شنو؟ بالعكس. عندنا ناخذ علاقة الهيموغلوبين بالتمبرتشر بدرجة الحرارة، كل ما ترتفع درجة الحرارة كل ما يقل اتحاد الهيموغلوبين مع الأكسجين كيميائيا. شايفين انتم عندكم بعض التفاعلات الكيميائية تتأثر بالحرارة، تماما عندنا الهيموغلوبين هي الأكسجين التفاعل مالتهم يعني يقل بارتفاع درجة الحرارة. على سبيل المثال الشخص قلنا اللي عنده حرارة عالية ايش راح يصير بيه؟ القاعدة سرعة بنبضات القلب. ليش؟ لأن الأكسجين ويا الهيموغلوبين ينفقد يتحرك ما يرتبط، فيصير عنده نقص بالأكسجين القلب يكون شو يسوي؟ تزداد النبضات مالته حتى تعوض الأكسجين اللي ينفقد. من ترجع تستقر درجة الحرارة يكون ارتباط الهيموغلوبين بالأكسجين ارتباط طبيعي. ايضا عندنا الكربون دايوكسيد ترانسبورت، the CO2 is generated by aerobic metabolism in peripheral tissue after entering the bloodstream. CO2 molecules may be converted الى يعني زي الحموضه بالدم اللي هي H2CO3 شرحناها المعادله، او bound to the protein of hemoglobin molecules in RBCs حتى يطرح الى الخارج، or dissolved in the plasma، ممكن CO2 يبقى جزء من عنده بالبلازما. All three are completely reversible reaction اللي هي نفس التفاعل مع المعادلة السابقة CO2 plus
H2O يتكون حمض كربونيك اللي يترتب الى ايون الهيدروجين اضافه الى البيكربونات. Local regulation عندنا control of respiration، عندنا سيطرة تنظيمية لعملية التنفس locally موضعية، وسيطرة راح تكون عن طريق المراكز التنفسية اللي موجودة بالبرين. فاللوكال ريجوليشن انكلود تشينجز ان ذا لونج بيرفيوجن اي ذا بلاد فلوز توورز ذا اوليفولار كابيلاريز اتس دايركتد توورز لوبيولز ان ويتش ذا بي او 2 از هاي. يعني سبحان الله هي الأوعية الدموية والدم اللي موجود بيها راح يفتر او يوصل الى الاوليفولاي لما يوصل الحويصل الهوائية، وين ما اكو كمية بي او 2 عالية حيتوجه الدم لها، هذه اسميها لوكال ريجوليشن. واضح؟ ايضا عن طريق اللوكال ريجوليشن تشينجز ان اوليفولار فنتيليشن سموث موصل هنا راح تلعب دور، ان وولز اوف برونكيوز ار سنسيتيف تو ذا بي او 2 بي سي او 2 اوف اير ذي كونتين. وين بي سي او 2 انكريزز لما يزداد ضغط ثاني اكسيد الكربون البارشال بريشر ثاني اكسيد الكربون راسا هنا، يعني ازدادت كميه الثاني اكسيد الكربون راسا راح تتحسس السموث موصل وتسوي برونكو دايليشن حتى يدخل شنو اكسجين الى اللنك. وفي حاله decreases PCO2 the bronchial constrict وتسوي برونكو كونستركشن. واضح طلاب؟ هسه ناخذ المراكز التنفسيه اللي موجوده عاده هي بالبرين ستيم. Respiratory control has both involuntary and voluntary component. The brain's involuntary centers regulates. هنا المراكز التنفسيه اللا اراديه راح تنظم او السيطره على the activity of respiratory muscle لنشاط عضلات التنفسيه اللي ذكرناها قبل شويه. And controls the respiratory minute volume، ضبط لي حجم الهواء اللي دا يدخل بالدقيقه الواحده. By adjusting the frequency and depth of pulmonary ventilation. The voluntary control of respiration reflects activity. هنا ال voluntary control هي مؤقته temporary، ما ممكن الشخص ان يقطع عمليه التنفس مالته ويقعد مستمر، لان ترجع تخضع للسيطره اللا اراديه. فهنا يعكس سيطرة بسيطة ومؤقتة عن طريق قشرة المخيخ. ذات افكتس ايذر اللي ممكن ان تأثر output of respiratory centers in the medulla oblongata and pons، يعني اللي ترجع السيطرة مالتها ترجع الى مراكز التنفس الرئيسية. راح نجي ناخذ مراكز التنفس الرئيسية، عندنا ثلاث ازواج من النيوكلياي in the medulla oblongata اللي اطلق عليها respiratory rhythmicity center and cones منطقة بالستم سيل اسميها النيوستيك اند هيموتاكسيك سنتر، راح اشرح لكم اياها على هذا الفيجر. مراكز التنفس، شوفوا طلابي هنا هاي منطقة البرين ستم بيها جزء اسميه cones والجزء الاخر اسميه medulla oblongata. الكونز بيها تو نيوكلياي نيموتاكسيك سنتر والانوستيك سنتر اللي هم هذول بالوردي. اوكي نجي عندنا هنا المهمه المدلة اوبلونجاتا بيها هذه دي باللون الازرق وحده، بس هذه الوحده مقسمه الى جزئين، واحد اسميه دورس ريسبيرتوري جروب والاخر اسميه فنترال ريسبيرتوري جروب. ديش الفوق دورسال والثانيه شنيه فنترال ريسبيرتوري جروب. دول اثنيناتهم مجتمعة اللي بالمجلة أوبلونجاتا أطلق عليهم respiratory rhythmicity center. فالrespiratory rhythmicity center تقسم إلى شنو في منطقة المجلة أوبلونجاتا؟ تقسم إلى شنو؟ dorsal respiratory group and ventral respiratory group. واضح لنا؟ نجي dorsal respiratory group اللي هي هاي الأساسية والمهمة، تنطي lower motor neuron تنظم لعملية تقلص وانبساط كل من الدايفرام والاكسترنال انتركوستال مصر. يعني راح تشتغل على من؟ على كل من الكوايت والفورست بريذنج. واضح؟ فتنطي لور موتر نيورون السيطرة عليها بشكل مستمر الدورسال ريسبيراتوري جروب، تنطي لور موتر نيورون تنظم والسيطرة على عملية تقلص وانبساط كل من الاكسترنال انتركوستال مصر وشنو هو؟ الدايفرام. يعني تشتغل في كل من الكوايت والهيفي بريذنج. واضح؟ نجي الى الفنترال ريسبيرتوري جروب، هذه وظيفتها شنو؟ تنطي لور موتر نيورون السيطره على الاكسسوري مصر، يعني تشتغل ايش وقت؟ في حاله الهيفي بريذنج. واضح؟ هذا كل ما يعني هسه لو ارجع للسلايدات فيها حكي، بس هو كله وهذه مهمه ايضا. هسه ناخذ الريسبيرتوري سنترز اوف بونز اللي كانت باللون الوردي
اللي قلنا هن اثنين الانيوستيك والنيموتاكسيك سنتر. خلينا نشوف شنو وظيفتهم. The anostic centers and pneumotaxic centers of the cones are paired nuclei زوج that adjust the output of the respiratory rhythmicity center. هنا ايش راح تسوي؟ راح ترجع تنظم ال respiratory rhythmicity center اللي جواها. Their activities adjust ايش راح تسوي؟ adjust the respiratory rate and depth of respiration a response to sensory stimuli or input from other centers in the brain. اخاف اكو مؤثرات تاثر على نمط عمليه التنفس، اخاف تسوي خلل بعمليه التنفس او بالسيطره اللي تسيطر عليها الدورسال ريسبيراتوري جروب، ترجع هذه تنظمها. واضح؟ Each anostic center provides continuous stimulation to dorsal respiratory group. اخاف يصير اكو خلل ياثر على الدورسال ريسبيراتوري جروب، لان هي مهمه جدا. ليش؟ لان هي اللي تشتغل على الدايفرام والاكسترنال انتركوستال مصر اللي قلنا في حاله تنفس سواء كوايت او هيفي هي لازم تشتغل هاي العضلتين. واضح؟ فاضافه للتنظيم مالتها عن طريق منطقه المجلة ابلونجاتا اللي هو ريسبيراتوري ريثمست سنتر عند النيوستيك والنيموتاكسيك سنتر، ترجع تنطي اعازات مستمره وتضخ اعازات عصبيه منظمه للدورسال ريسبيراتوري جروب. واضح؟ هسه راح ناخذ الريسبيراتوري ريفلكسز، الانعكاسات اللي تاثر على او المؤثرات اللي تاثر على عمليه التنفس. عندنا الكيمو ريسبتور سنسيتيف تو بي او 2، هذه تخضع الى اللوكالي تقريبا الى البي سي او 2 والبي اتش او البي او 2 اوف ذا بلاد اور سنترال سباينال فلويد. عندنا تشينجز ان ذا بريشر ان ذا اورتا اور كاروتيد ساينسز، تغيرات بالضغط ممكن ياثر على عمليه التنفس. عندنا الهبوط بالضغط يخلي عمليه التنفس شنو قليلة وبطيئة، وارتفاع الضغط ممكن انه يزيد من عملية التنفس، فيرجع هاي من ينظمها؟ يرجع ينظمها منطقة البونز ذا تو بيرد اوف نيوكليي. سيترش ريسبتور ذات ريسبوند تو جينجز ان ذا فوليوم اوف ذا لانج، هنا المستلمات الحسية اللي تتحسس على تمدد الرئة، ايضا تنطي اعازة لعملية التنفس، خلص الى هنا وقف بعد ما يصير تتمدد اللانج اكثر. وعندنا الروتيتنج فيزيكال or chemical stimuli in the nasal cavity، اي مهيجات كيميائيه او فيزيائيه ممكن تاثر خصوصا الاشخاص اللي يتحسسون تاثر على عمليه التنفس. وعندنا الاذر سنسيشن البين ممكن ان ياثر على عمليه التنفس، اضافه الى التغيرات في درجات الحراره ذكرناها قبل شويه. واضح؟ احد عنده سؤال؟ خلصت المحاضره.